حياكم الله أيها الأحبة إلى فقرة الحدث، حيث تعد رياضة الكاراتيه واحدة من الفنون القتالية التقليدية، وهي أكثر من كونها مجرد مهارة قتالية جسدية، بل هي أسلوب حياة تعطي دروسا في الأخلاق وضبط النفس. وتعد هذه الرياضة من الألعاب التي تحظى بأهمية كبيرة في السلطنة، ولهذا تنظم الدورات التدريبية العالمية لتأهيل وتدريب أبناء السلطنة، إلى جانب تنظيم البطولات بين الفترة والأخرى. فقرة الحدث اليوم سنسلط الضوء فيها على هذه الرياضة باستضافة الخبير الياباني ناكا، الحاصل على درجة الحزام 7 دان من الاتحاد الياباني للكاراتيه JKA. مرحبا بك، كما نرحب أيضا بالمترجم باللغة اليابانية الكابتن هيثم أبو سعيدي. حياكم الله كابتن هيثم. الله يحييك. مرحبا وسهلا. شكرا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله تعالى نكون إضافة خفيفة على الرياضة العمانية في مجال الكاراتيه. حياك الله. أوس أوس كونيتشوا. هذه الكلمة اللي قاسين نحفظها من أول برنامج. حياك الله. قل في البداية نرحب فيه وسعيدين بتواجده في برنامج الحدث، ونتمنى إن شاء الله نأخذ منه تفاصيل مختلفة عن لعبة الكاراتيه. مازو وما يوكسو أتوا وزا وزاني هون كاراتيه تلايتي أكوتني أريغاتو وزاني واس. هذه هي الحركة بس خلاص. حياك الله. خلنا نتكلم عن تواجده أيضا كمدرب، وأيضا إحنا كان نرحب بالكوتش سعيد أيضا الهشامي مدير الأكاديمية اللي كان من المفترض أن يكون معنا، لكن إن شاء الله في قادم الوقت بإذن الله. إن شاء الله. خلينا نتكلم عن تواجده، إيش اللي راح يقوم فيه في هذه الدورات، وممكن ذكرت لي أنت يمكن المرة السابعة هو يكون في السلطنة. نعم. أنا بالنسبة له هو هذه المرة السابعة اللي تواجد في عمان. أنا ما يتشيني كرابته كونكاي نو رينشو كاي. どうですか？そうですね、非常に嬉しいのが皆さんの技術が向上しているのと子どもたちがすごく増えてきたのがすごく嬉しいです。بالنسبة له هو مشاركته في هذه السنة للمرة السابعة عنده انطباع سعيد انه يرى ازدياد في عدد اللي هو الاشخاص اللي دخلوا في رياضة الكاراتيه، وخصوصا يقول هو سعيد بالتواجد اللي هو اعداد النشأ اللي يمارسوا رياضة الكاراتيه بالنسبة للسابقة. جميل. سنوات معينة هيثم اللي يدربهم او يعطيهم التدريب سنوات معينة او في مفتوح بالنسبة لل あの練習はどのぐらいやっていますか、子供の時から。そうですね、今回の合宿では午前中と午後と3時間、3時間、6時間ぐらいの練習してます。そうですか、はい、毎週ですか。毎日です。毎日、はい、とてもハードな練習を毎日してます。ベネスパルのテドリブルハリーを使うのは、フェトリッド、ワッシュテドリブルコンバハリーン、5サーティル、6サーティル、4ミリン、フェトリッド、ワッシュテドリブル。はい、キフシャフル、モアハブル、ウマニエル、リシャークアイドン、マーフィドーラー、リシャークアイドン、ウィッドラブハリーン、マー、キフシャフム、キフアイドン、ミカニアトム、ナーフ、サルタン、エティマン كبير ايضا برياضه الكاراتيه واقبال ايضا. انا سوغوك انه سنو كاراتيه تو انو سبورتس يعني من تشوشن ستين دكرا سنو ماي ني كرابيتي ايما كاريتا تشي سانكا شا سنو ريشو كاني سانكا شيرن نو هيتوبيتو نو بيرفورمانس دو ني ناتتي ماسو كا. سو ديسو ني انو اومان نو سايدو سينسي. هاي سايدو سينسي غا انو ايشو كيمي رينشو شي ماشيتي まあ、彼の技術も心もすごく高まってるんですね、はい、それによって周りの人の技術も心も高まってて、で子供たちも一緒にみんなそれを見て高まってくると。はい。わざだけじゃなくて心が大切ですので。بالنسبة لي يقول هو بالنسبة لرياضة الكاراتيه اللي هو الشعور الداخلي القلبي مهم جدا. يقول أنا سعيد جدا أن أشوف السعيد الكابتن سعيد الهشام المدرب السعيد يقوم بالجهد اللي يقوم به حاليا بالنسبة لرياضة الكاراتيه مع الأخوان اللي حوله، وهذا يقول مهم لرياضة الكاراتيه متى ما أعطيت اللي هو حقها ومتى ما اجتهد في رياضة الكاراتيه رياضة الكاراتيه تصعد. صحيح. كابتن سعيد معروف أيضا في هذا الرياضة، ومعروف أيضا له باع كبير أيضا في الكاراتيه. نعم. وأكيد أيضا صاحب هذه الأكاديمية وصاحب أيضا مبادرات كثيرة. صحيح. خلنا نتكلم عن أيضا القادم بالنسبة لمستقبل هذه الرياضة هنا في السلطنة، كيف رآها وكيف أيضا، لأنه هو سابع زيارة وأكيد أنه اطلع أيضا على المرافق واطلع أيضا على الإمكانيات واطلع أيضا على الكوادر والكفاءات الموجودة.今回は7回目だから、今現在見ると
お前これからの空手の将来をどのように見てますか。はい、ですね、今回子どもたちが非常に多いんですね、うん、で子どもたちもすごく礼儀正しくて、うん、心の部分も成長してますので、うん、彼らが大人になった時がすごく楽しみです。多分あの空手の技だけじゃなくて人間としてもすごく成長してると思いますので、うん、はい、その人間の成長が多分オマーンの人たちのためにもなると思いますので。هو بالنسبة لكل المشاركة الحالية أنا سعيد هو شيء أن أشوف اللي هو ازدياد في أعداد اللي هو النشأ اللي شاركوا هذا أكيد دلالة أنه مستقبل عمان في هذا الرياضة راح يكون أفضل لما يصير اللي هو في مرحلة المشاركات الدولية. هذا اللي هو النشأ أسس الحين بطريقة سليمة تسمح لهم أن يمثل عمان خير التنفيذ في المستقبل. إلى أي مدى أيضا يمثل القسم؟ أعتقد في قسم أيضا في رياضة الكاراتيه لكل رياضة، لكل أيضا راغب أنه يدخل في هذا المجال في قسم معين. ما ادري ايش ايش يعني الشروط في ان في اداء القسم، ايش الفكره من اداء القسم لكل رياضه في هذه اللعبه. انا سنو كاراتينو اوشيا سنو ايتسو نو اوشيا تو اريوا تو دوني اون ايكيو اري ماسكا سو ですね。まずだからあの一番大切なのが人間としてはい、その世の中の人のために役立つような立派な人になりなさいっていう教えなんですね。最初の一つが。そうそうそう。هو بالنسبة لي يقول إنه من تعليم الكاراتيه لما أشوف تعليم الكاراتيه رقم واحد أهمها هو السعي لشخصية مثالية للاعب ما فقط في الرياضة كشخص في المجتمع. جميل جميل. وبشرط أيضا ما يضر الآخرين، يعني ما يستخدم هذه الرياضة أو إنه هذه على أساس إنه ما يضر أيضا أو إنه ممكن يضر آخرين يعني من غير هذه الرياضة. أنا منتسبين. سنو أشيانو غوبامي. はい、についても説明してもらえますか。決起の言うを今してもらうことですね。そうですね。あのやはり毎日戦う練習してます、我々は。そうですでもあの頭にカーッとなったり興奮したりすると、相手を傷つけたりしますよね。そうですね。でそれは道場の中だけじゃなくて外でもそういう可能性があります。喧嘩になったり。そうですね。そういう時にならないように自分の心をしっかりセルフディフェンスしなさいとか、セルフコントロールしなさいと。だから空手やってる人は怒っちゃいけません。ニコって笑えるぐらいの、そうですね、はい、心の余裕強さを持ちなさい。هو من تعاليم هذا اللي فهمته يمكن راحه نفسيه ولا ايش؟ هو من تعاليم اللي هو لعبه الكاراتيه رقم خمسه في تعليمه انه هي لا تسعى لايذاء الغير اي صحيح وتسعى دائما فقط للدفاع الذاتي. يا سلام يا سلام. ما فقط اللي هو خلال لعب الكاراتيه ايضا اللي هو في خلال المجتمع اي احداث نحرص دائما يقول على اساس انه لاعب الكاراتيه ما يدخل في اي نزاعات او صراعات مع اي احد كان في المجتمع. وش الفرق بين التايكواندو وبين الكاراتيه؟ その空手とテクワンドの違さについてちょっと聞きたい。そうです。あの簡単に説明しますと、空手は芸術的には手技が中心になってくるんですね。はい。で今度はキックが中心になってきます。はい。بشكل بسيط وبشكل بشكل يعني بشرح مبسط الفرق ما بين التايكواندو أول شيء التايكواندو تستخدم الرجل بشكل أساسي لكن الكاراتيه تستخدم الإيد بشكل أساسي. جميل. بروسلي إيش صيني ولا ياباني؟ ياباني؟ أنا بروسلي سواء تشوغو كوجين كان هون جين دوس تشوغو كوجين دوس صيني صيني جاكي شان صيني جاكي شان تشوغو كوجين. أنتم من معكم في اليابان؟ معروف يعني نيهونو نيهونو يومينا هايو誰ですか、そのジャッキーシャンと。それ僕が、あの日本の映画がないので、僕は日本で、その映画を作り、出ました。そうです、空手の映画に出ました。世界で結構。هو يقول بالمقارنة مع هذه الشخصيات كرياضياً أنا يقول اللي هو كرياضي طلعت في أفلام وطلعت في اللي هو عدد ثلاث أفلام بروسلي هو نفسه والمدرس ناكاسان كان ممثل في بعض الأفلام في ثلاث أفلام اللي هو تستخدم الكاراتيه وكان ممثل الرئيسي فيها يعني you are friend of Jackie Chan مرة واحدة يقول التقط صورة معه حلو ان نطلع على الفيديو هو في موجود في اليوتيوب بالنسبه له هو المسلسلات اللي قدمها سو سنو سنو تنت يوتيوب ني ارن ですか載ってると思いますか موجوده تقول في اليوتيوب حتى اللي هو الافلام كرو اوبي っていう映画ですので كرو كرو اوبي كرو اوبي كرو اوبي اللي هو الحزام الاسود اسمه ما ترجمته يعني كرو ميز كرو اوبي ブラックベルト そうですね ブラックベルトって映画で هو
اللي هو اسم الفيلم بالياباني كوروبي، لما نترجمها للغه العربيه هو الحزام الاسود. الحزام الاسود يعني نكتب الحزام الاسود ونشوف ان شاء الله. ان شاء الله اذا كان موجود بالعربي هناك موجود في الفيلم. انا كوروبي تو كاكيبا عربي اقول كاكيبا نكاسانو ديتكرو طيب خليناك شويه، خلنا نتفضلك انت ما شاء الله يعني تتكلم اللغه اليابانيه بطلاقه يعني، مع ودرست او ممارسه او شكرا. واذا بغينا احنا نتعلم اليابانيه صعوبه فيها؟ دائما اذا ركزنا على شيء معين اتوقع ما في مستحيل. في الرياضه كابتن يونس انت يعني خير مثال لهذا الشيء. بارك الله فيك. في الرياضه يعني لما نركز بالتمرين وبالتدريب نحقق المستحيل والحمد لله رب العالمين. انا دراستي كانت في اليابان لمده 5 سنوات ونص ما شاء الله. خلال هذه الفتره درست اللغه وايضا درست التخصص. جميل. تخصصي في الهندسه. جميل جميل. والحين بس فقط في الكاراتيه انت ترجم او في ايضا عده مجالات اخرى؟ الحين ممثل رسمي لشركه يابانيه هنا موجوده في عمان. الحمد لله. جميل. فنفس الشيء اسعى لموضوع العلاقات العمانيه اليابانيه الاقتصاديه. جميل جميل. الله يوفقك، احنا نفتخر فيك يعني. شكرا شكرا. اي والله نفتخر فيك كابتن هيثم، واتمنى لك ان شاء الله التوفيق. وخلنا نعرف هذه اوس، بس يكفي اوس الحين اوس. ها اوس تي انا كنت بقول لك كيكو تو ايتيماس وكان كنت تبغى غير كنت هنا عند جودي اوس دي سوجي ماس كلمه عالميه تقول ما اللي هو لاعبين الكاراتيه فيقول في اي مكان تستخدم راح يعرفوها اوس. اند هاو ار يو ان جاب جاتو هاو ار يو نيهونغو دي جينكي ديسو كا وات جينكي ديسو كا صعبه ديفيكولت. شكرا شكرا جزيلا كابتن هيثم ابو سعيدي مترجم باللغه اليابانيه، اتمنى لك التوفيق صراحه. شكرا والله يسعدك ان شاء الله. شكر ايضا للبطل ناكا حاصل على الحزام 7 دان. ايش قال؟ يقول شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يو هاف تو ليرن اولسو عربيك وورد. ها نو ديفيكولت شو تركه تقول بس شويه بالعربيه.